بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في مادة التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعليم في الفصل الثالث اللي هو تصنيفات الوسائل التعليمية. اليوم محاضرتنا راح نتناول الوسائل التعليمية الحسية. طبعا تعتبر الوسائل التعليمية الحسية من ضمن الوسائل غير المعروضة ضوئيا، اللي هي أخذنا مجموعة من أنواعها اللي هي اللوحات التعليمية. الوسائل الحسية من ضمن الوسائل غير المعروضة ضوئيا. فالوسائل الحسية هي تلك الوسائل التي يتيح استعمالها توافر خبرات حسية للطلبة. بعد أن تعرفنا على مجموعة من الوسائل التعليمية اللي تعتمد ممكن على حاسة البصر وعلى حاسة السمع، فهذه الوسائل هي طبعا تعتمد على حاسة البصر بالإضافة إلى الحواس الأخرى للمتعلم، مثل حاسة الشم اللي هي ممكن كتمييز رائحة الزهرة، أو حاسة الذوق اللي هي مثلا تمييز طعم فاكهة، أو حاسة اللمس اللي مثلا تفكيك مجسم ما وتركيبه، أو تعرف على ملمس مادة معينة. هذه الوسائل التعليمية هي تكون عبارة عن أشياء حقيقية يتم أخذها من البيئة الطبيعية بحيث تحتفظ بصفات الشيء أو بعض منها أو نماذج عنها. يعني ممكن هذه الوسائل اللي راح نأخذها هي عبارة عن أشياء حقيقية نأخذها من البيئة الطبيعية بحيث تحتفظ بصفات كل بصفات الشيء كلها أو بعض منها، أو نأخذ نماذج عن هذه الأشياء. طبعا يلجأ المعلم إلى استخدام الوسائل التعليمية الحسية عندما يعجز عن تنظيم تعلم المتعلمين بالعمل المباشر أو الخبرة المباشرة. يعني أحيانا من الصعوبة أنه يوصل المعلم الفكرة للمتعلم بدون أن يشاهد أو يلمس أو يتعرف على يعني الخصائص هذا الشيء اللي هو اللي يريد يوصله للمتعلم، لذلك راح يستخدم وسائل تعليمية حسية. طبعا هناك أسباب تدفع المعلم إلى استعانة بالوسائل التعليمية الحسية من عينات ونماذج ومقاطع. من هذه الأسباب هو أنه حجم الأشياء الكبير، يعني بعض الأشياء كبيرة مثل الأرض التضاريس، أو بعض الأشياء صغيرة جدا مثل الذرة الخلايا، أو صعوبة رؤية التركيب الداخلي لبعض الأشياء مثل القلب والنبات. يعني من هذه الأسباب قد تجعل المعلم يعني يجد صعوبة في إيصال المعلومة للمتعلم، لذلك راح يلجأ إلى استخدام وسائل تعليمية حسية حتى يوصل الفكرة للمتعلم. طبعا هناك مميزات تتميز بها الوسائل الحسية بالتعليم، يعني هذه المميزات هي اللي تشجع المعلم على استخدام هذه الوسائل في عملية تعليمية. من هذه المميزات أنه هي استخدام هذه الوسائل راح يزيد اهتمام المتعلم بالبيئة من خلال إدراكه إن ما يتعلمه جزءا منها. يعني من يعرف المتعلم انه اللي راح الاشياء اللي راح يدرسها هي عبارة عن جزء من البيئة اللي هو يعيش بيها، هذا راح يحفزه للتعلم. يعني راح يحفزه انه راح يتعلم هذه الاشياء اللي هي خاصة بالبيئة اللي هو يعيش فيها. الميزة الاخرى هي انه تعمل على تكامل الخبرات التي يكتسبها المتعلم كالملاحظة والتحليل والتركيب والمناقشة. يعني احنا بالإضافة إلى أنه نريد نوصل معلومات للمتعلم، نريد أنه المتعلم يكتسب مهارات مثل مهارة الملاحظة، مهارة التحليل، التركيب، المناقشة، اللي هذه راح تعطي الفرصة لأنه يتعلم أكثر عن المادة اللي يدرسها. مميزة أخرى أنه تتيح للمتعلم فرص البحث والدراسة، راح ينطيه فرصة أنه راح يتعلم ويبحث أكثر ويدرس. الميزة الأخرى أنه هي توفر فرصة جيدة للمتعلم لممارسة الخبرات والنشاطات الحسية في اكتساب المعرفة والمهارات. يعني راح توفر فرصة جيدة أنه راح يخلي المتعلم راح يمارس الخبرات والنشاطات الحسية من أجل اكتساب المعرفة والمهارات. هناك طبعا عدة أنواع من الوسائل الحسية. أول هذه الأنواع هي المجسمات. شنو يعني المجسمات؟ المجسمات من الوسائل التعليمية ذات الأبعاد الثلاثية،
المجسم طبعا أخذته في المراحل الابتدائية من يعني في مادة الرياضيات، من أخذت ما أحجام أو مساحة الأحجام المجسمات. شنو هو المجسم؟ المجسم اللي هو عنده اللي هو ثلاثي الأبعاد، يعني يتكون من طول وعرض وارتفاع. يمكن الحصول على المجسمات بإعادة تشكيل الواقع الأصلي أو تعديله أو إعادة ترتيبه أو اختصاره باستبعاد بعض عناصره. يعني إحنا ممكن نحصل على المجسمات من خلال الواقع، يعني إعادة تشكيل الواقع الأصلي. يعني عندنا بعض الأشياء ممكن نعيد تشكيل واقعها بشكل يلائم شكلها الأصلي، أو نقوم بتعديل هذا الشكل أو إعادة ترتيبه واختصاره باستبعاد بعض العناصر من أجل تشكيل هذه المجسمات. طبعا تتمثل في المجسمات البساطة، السهولة ودقة التعبير. يعني من المميزات اللي تميز المجسمات إن هي راح تكون بسيطة وسهلة ودقيقة التعبير، وقد تكون مطابقة للعنصر الأصلي نفسه أو مكبرة أو مصغرة عنه. يعني ممكن يكون حجمها بحجم الشيء الأصلي أو أكبر من عنده أو أصغر من عنده. مثلا إذا ناخذ عندنا الخلية، الخلية في مادة الأحياء أنتم شايفيها دارسين ممكن الأحياء أو الزهرة في العلوم، ممكن الجزء منها أجزاء من الزهرة، من يعني مثلا من نريد نشرح أجزاء الزهرة، ممكن أكو مجسمات قد تكون هاي المجسمات أكبر من الزهرة الحقيقية، أو ممكن أحيانا نستخدم إذا كان زهرة كبيرة مثل عباد الشمس ممكن نستخدم مجسم أصغر من عتها، أو ممكن نستخدم نفس الحجم. يعني ممكن يكون المجسم بحجمه مطابق للعنصر الأصلي، أو ممكن يكون أكبر من عنده أو أصغر من عنده. طبعا تعد المجسمات من الوسائل التعليمية التعلمية التي تيسر العملية التعليمية، والتي تحقق أهداف تدريس بعض المفاهيم العلمية الأكثر رقيا في المجال العقلي. يعني لها أهمية في أنه هي راح تيسر العملية التعليمية من أجل تحقيق الأهداف تدريس بعض المفاهيم الراقية في المجال العقلي. يتم صنع المجسمات لأغراض تعليمية من مواد عدة. أشهر المواد اللي يتم استخدامها في صناعة المجسمات هي الإسفنج، الجص، معجون ورق الجرائد. وبالإمكان الحصول على المجسمات من السوق المحلي، أو يمكن صناعتها عن طريق الإنتاج المحلي الخاص بالمدرسة. يعني ممكن داخل المدرسة يتشارك المعلم والمتعلمون إذا توفرت الأدوات أو المواد اللي يتم صنع النماذج منعتها، ممكن يتشاركون في صنع هذه المجسمات، والخصوص إذا توافرت المواد الأولية لصناعة هذه المجسمات. هذا أول نوع من أنواع طبعا المجسم، أول نوع من أنواع الوسائل الحسية التعليمية الحسية. النوع الثاني هو النماذج. شنو يعني النموذج؟ النموذج أو المودل هو محاكاة مجسمة لشيء ما، قد يكون مطابقا تماما لشيء المقلد أو بسيطا مجردا من التفاصيل غير الضرورية. يعني هذا النموذج اللي هو راح يحاكي مجسم معين، ممكن راح يطابقه تماما أو ممكن يكون شيء بسيط مجرد من بعض التفاصيل اللي ما نحتاجها، ممكن ما نضيفه للنموذج. قد يكون على شكل مقطع أو يمثل الشكل الظاهري، أو مفككا أو شفافا. يعني النماذج راح تكون على عدة أنواع. ممكن يكون النموذج عبارة عن مقطع، يعني مقطع من مجسم، من جزء من الشيء اللي أريد أدرسه. أو الشكل الظاهري، يعني فقط النموذج يعبر عن الشكل الظاهري للشيء، أو مفكك أو أجزائه، أو شفاف، أو ممكن يعني نريد نشوف التكوين الداخلي إلى، فراح يكون شفاف حتى نشوف مكونات أو ما داخل النموذج. وتعد المناظر المجسمة وما تحويه المنظدة الرملية من المناظر من النماذج أيضا. يعني أكو مناظر مجسمة أو منظدة رملية، هذه أيضا تسمى أو تعتبر من النماذج. هناك عدة حالات للنماذج، هي أن يكون النموذج مكبرا عن الشيء الأصلي،
يعني مثل ما قلنا بالمجسمات ممكن هذا النموذج أكبر من الشيء الأصلي أو مصغرا عن الشيء الأصلي أو أصغر منه. إذا كان كلش كبير الشيء وإحنا نريد نسوي له نموذج، ممكن راح نسوي له نموذج أصغر من عنده أو مطابقا له تماما. طبعا الحالة الأولى والثانية أكثر شيوعا في إنتاج النماذج، يعني في حالة أنه نكبر الأشياء أو نصغرها، لأنه من خواص كلتا الحالتين هو إعادة الصياغة للشيء الأصلي بما يحقق الغرض التعليمي من استخدام النموذج. لأن إحنا ليش نستخدم النموذج؟ لأن أكو أغراض تعليمية نحتاجها، ممكن أنه مثلا الشيء اللي عندنا مثلا الخلية صغيرة ما نقدر نشوفها بالعين المجردة، فنحتاج نسوي مثلا نماذج تكبر لي الخلية حتى أشوف مثلا مكوناتها، فلذلك أحتاج أنه أكبرها. أو نأخذ مثلا الشمس في جزء كبير يعني ما نقدر نجيبه وندرسه، ممكن نسوي نموذج مصغر عن الشمس أو عن الأرض أو عن الكواكب حتى شنو نقدر ندرسها، مثلا مجسم مصغر عن الأرض حتى مثلا ندرس الخارطة مالت الخارطة الكرة الأرضية. ومن الضروري طبعا تحديد عدد مرات التكبير أو التصغير لشيء، يعني مثلا من نكبر شيء أو نصغره المفروض نقول مثلا هذا النموذج مكبر 5 مرات عن الحجم الحقيقي للشيء، أو مصغر مثلا 10 مرات أو 100 مرة. مثلا الخلية ممكن نجد نكبرها حتى يكون النموذج واضح للمتعلم. طبعا هناك عدة أنواع للنماذج، راح ناخذ عدة أنواع من النماذج راح نتعرف عليها. أول نوع هو نماذج القطاعات، طبعا من الاسم القطاع يعني عبارة عن قطاع معين يعني نقططع. طبعا تهتم نماذج القطاعات بالتركيب الداخلي للشيء في مكان القطاع، يعني نقططع شيء جزء من هذا الشيء حتى نعرف التركيب الداخلي إليه. قد يكون القطاع طوليا أو عرضيا، ويفضل أن يكون القطاع مكتملا بحيث إذا أعدنا قسمي القطاع إلى بعضهما يكونان العضو نفسه ويعطيان الشكل الخارجي مثل مقطع في خلية. يعني إذا ردنا يكون النموذج متكامل المفروض حتى إذا اقتطعنا تكون القطع يعني موجودة عندنا، مثلا من نقطع جزء أو جزئين تكون موجودة، بحيث أنه من نخلي الأجزاء هذه مات القطاعات نستطيع أنه يكونون لي العضو نفسه بحيث يعطيني الشكل الخارجي مالته، مثل مقطع في خلية. مثلا الخلية كاملة نقتطع منها جزء قطاع، راح نشوف القطاع شو موجود في داخل الخلية، وبالإمكان من نرجع القطاع في مكانه ممكن راح يكون لي الخلية بشكل كامل. 2 النماذج المفتوحة، هي تلك النماذج التي يعمل فيها فتحة لغرض إظهار المحتويات الداخلية للشيء دون أن نعمد إلى عمل قطاع فيه. يعني بعض النماذج ما نريد إحنا نقطع جزء أو قطاع من عدها، لذلك إيش راح يعمل؟ راح تكون نماذج مفتوحة، يعني يعمل فيها فتحة لغرض إظهار المحتويات الداخلية بدون أن نقطعها. مثلا نموذج الآلة الغازية، الآلة الغازية ممكن أنه نريد نعرف أنه هذه من يم متكونة، لذلك يعمل فيها فتحة من أجل النظر إليها ويشوف شنو مكوناتها. 3 نماذج الشكل الظاهري، تستخدم بصفة أساسية لتوضيح الشكل الخارجي للأشياء، يعني من أريد أدرس الشكل الخارجي لشيء يعني مو ما في داخله فقط الجزء الخارجي، شو أستخدم؟ أستخدم نماذج الشكل الخارجي مثل نموذج السفينة. يعني أنا أريد أدرس أنه شكل السفينة منين يتكون الخارج مالتها، فرح أخذ نموذج للشكل الظاهري. 4 النماذج المفككة، النماذج المفككة تستعمل لتوضيح الأجزاء المختلفة التي يتركب منها الشيء والعلاقات بينها. يعني مثلا ناخذ نموذج العين، ممكن العين تشريح العين تتكون من اجزاء يعني متعدده، فراح نسوي نموذج لكل جزء من هذه الاجزاء
اللي هي راح تكون العين أو تكون الأذن. مثلا الأذن كذلك من الصيوان الخارجي تتكون مثلا من الأذن الداخلية، مثلا الأذن الوسطى. هاي أجزاء ممكن أني أسوي نموذج لكل جزء من هذه الأجزاء، بحيث هذه الأجزاء المختلفة تتركب منها هذا النموذج. يعني النموذج أجزئه إلى الأجزاء اللي يتركب من عندها أجزاء، بحيث يكون الشكل أو النموذج على شكل أجزاء مفككة تمثل أو تشرح العلاقة بين هذا الأجزاء هذا النموذج. 5، النماذج الشفافة. يتم صناعة غلاف النماذج الشفافة من مادة شفافة حتى تظهر المحتويات الداخلية للنموذج. يعني النموذج هنا إذا أردت أدرس أو أريد أتعرف على الأجزاء الداخلية للشيء اللي عندي، فبالأكيد أريد أكون أشوف ما في داخل هذا الشيء. فش راح نستخدم؟ نستخدم غلاف للنماذج الشفافة من مادة شفافة، حتى من أغطي الأجزاء الداخلية للشيء راح تظهر عندي وراح أشوف ما في داخل هذا النموذج. مثلا المضخات الماصة والكابسة، يعني أجزاء الداخلية راح أحوطها بغلاف نموذج شفاف حتى أتعرف على المكونات الداخلية للنموذج. 6، المنضدة الرملية. هي عبارة عن صندوق من الخشب، حوافه قليلة الارتفاع ومفروش بطبقة من الرمل. يعني عندي صندوق مصنوع من الخشب، الحواف مالته قليلة الارتفاع، مفروش بطبقة من الرمل. الهدف منها هو محاولة تقريب الواقع إلى ذهن المتعلم لمساعدته على تحقيق تعلم أفضل ذي معنى عن طريق تشكيل الرمل لعمل الظواهر المختلفة. يعني ممكن استخدم هذا الرمل حتى أعمل بعض الظواهر اللي أحتاجها، بعض الظواهر مثلا كثبان الرملية، بعض الظواهر الأخرى اللي أحتاجها باستخدام المنضدة الرملية. 7، المناظر المجسمة. يعني منظر، لكن منظر هو شي يكون منظر مجسم. تمثل منظر مجسم ومصغر عن البيئة أو الحقيقة التي يمثلها، مثل سوق أو نمط حياة معين أو زراعة أو قصة أو حدث كالذي يوجد في المتاحف. يعني نسوي منظر لكن بشكل مجسم. طبعا أفضل توضيح لهذا مثلا المتاحف اللي هي مثلا متحف بغداد، متحف العراقي في بغداد، اللي هو المتحف البغدادي طبعا يسموه، اللي هو قريب من شارع المتنبي. هاي اذا رايحي له راح تشوفون انه من الدخلون في كل مكان، يعني في كل مثلا اجزاء مسوي اجزاء هو المتحف، يمثل صورة لشيء معين، مثلا صورة لخطبة فتاة، مثلا صورة مثلا لمهنة، انه شو موجود هذا هذه المهنة، يعني صورة مثلا لقهوة شلون كانت هناك في ذاك الوقت، مثلا موجود قهوة، موجود مثلا الأجزاء مالت المكونات، مثلا كيف مثلا يخبزون مثلا جزء. هذا منظر يجسم قصة أو يجسم يعني أي شيء نريد نوصله للمتعلم. مثلا أو نسوي منظر مثلا مجسمات صغير، مثلا أنه إذا لمزرعة لحقل، أنه منين تتكون المزرعة، منين تتكون الحقل، نجيب أجزاء مصغرة مجسمات وحتى تمثل لنا الصورة. هذا النوع الثاني اللي هو النماذج. النوع الثالث هو العينات. العينة طبعا تمثل أشياء حقيقية. طبعا بالنماذج والنماذج والمجسمات قد تكون أشياء حقيقية، قد تكون لا مو أجسام حقيقية وإنما عبارة عن محاكاة، يعني أو أجزاء إحنا نجيبها أو نسويها مثل اللي النموذج أو المجسم اللي نريده، مثل الجزء الحقيقي. بينما العينات لا، هو جزء شيء حقيقي إحنا نأخذ منه عينة، نأخذ من عنده جزء. يعني مثلا من أريد أسوي أخذ مثلا عينة من التربة، مو أني أصنعها أو أجيب شيء مثل التربة، لا هي تربة موجودة أجيب أنا جزء من عندها. عندي مثلا نبات، أجي أخذ جزء من هذا النبات. فالعينة تختلف عن المجسمات والنماذج بأن هي أشياء نأخذ جزء من شيء حقيقي يتم أخذها من البيئة الطبيعية
دون إجراء أي تعديل أو تغيير عليها. تمثل في خصائصها وصفاتها النوع والمجموعة التي جاءت منها. طبعا أكيد أنا من أخذ شيء من شيء حقيقي، طبعا راح يمثل الصفات اللي تتميز بها هذا النوع أو هاي المجموعة اللي أخذت منها هذه العينة. طبعا نتيجة لصعوبة أخذ المعلم للمتعلمين لدراسة مادة معينة أو شيء في بيئته الطبيعية بشكل مباشر، أو بسبب إمكانية تحقيق الهدف عن طريق التنفيذ داخل غرفة الصف، يلجأ المعلم إلى إحضار عينة من المادة إلى الصف، مثلا عينة من الحديد الخام. يعني من الصعوبة أنه يأخذ المعلم الطلاب إلى مثلا مصنع الحديد ويشوفهم كيفية إخراج الحديد الخام ويراويهم عينة. الأسهل أنه يجيب عينة صغيرة حتى يراويها للمتعلمين. الفوسفات أو قطعة من الشمع أو القماش أو من قطعة من الكائنات الحية النباتية كالحبوب والفواكه. يعني هذه احنا من الصعوبة نجيب نوديه لهذه الأماكن أو نجيبها الأشياء الحقيقية، لذلك نجيب جزء أو عينة من عدها للصف. والفواكه الخضار أو الحيوانية كالحشرات والزواحف، يعني بكل أنواعها الأشياء الحقيقية ممكن نجيب احنا ناخذ عينات عنها، قد تكون نبات كائنات حية مثل النباتات والحبوب والفواكه، أو حيوانية كالحشرات أو الزواحف الصغيرة، أو مواد صلبة مثل الحديد الخام الفوسفات أو قطعة الشمع. هناك من العينات ما يتطلب استخدامها أعداد خلفية لها لاستكمال النقص الذي ينتج عن انتزاعها من بيئتها الطبيعية التي ترتبط بها ذلك باستخدام وسائل أخرى مناسبة. يعني بعض العينات من آخذها من بيئتها الطبيعية ممكن راح أحتاج إلى خلفية، يعني أحتاج إلى أنه إعداد أعطي معلومات عن هذه العينات، فراح أحتاج أنه أستخدم وسائل أخرى بالإضافة للعينة. ممكن أحتاج أستخدم أفلام، صور، أصوات. وعندما توجد حاجة إلى استخدام العينة لأكثر من مرة، يعني إذا أحيانا أحتاج أنه أكمل العينة ببعض الوسائل الأخرى، أحيانا لا، أنه هذه العينة أحتاج أنه أكثر من مرة أستخدمها. مثلا أجيب حشرة وأحتاج هذه الحشرة، مثلا الحشرة أجزاء الحشرة أراويها للمتعلمين، ممكن أحتاجها مرة أخرى. زين، إذا أحتاج أستخدمها مرة أخرى يتم اللجوء إلى حفظها بوسائل مختلفة. يعني راح أحتاج أنه أحفظ هذه الحشرة، يعني مو كل يوم أنا أجي ممكن أحصل على هذه الحشرة، أو مثلا فراشة نوع معين، يعني ممكن دائما أجد هذه الحشرة، لذلك إيش أحتاج أنه أحتفظ بيها. من أجل الاحتفاظ بالعينات ممكن أستخدم التحنيط خاص بالحيوانات والطيور، أو أستخدم التجفيف اللي هو خاص بأوراق النباتات والزهور وبعض الفواكه. يعني إذا عندي أوراق نباتات، زهور، بعض الفواكه ممكن أجففها أو ممكن أحفظها باستخدام التشميع والتبريد، أو أستخدم التصبير الخاص بالحشرات بأنواعها. الحشرات طبعا الحيوانات والطيور بشكل عام التحنيط، بينما الحشرات بأنواعها بشكل خاص لا أستخدم التصبير. أما العينات غير الحية كالحجر فلا تحتاج أني أستخدم وسيلة، وإنما تحتاج للتصنيف والترتيب وكتابة بعض البيانات يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. يعني عندي إذا حجر أجزاء مادية صلبة، هذه ما مثلا حديد فوسفات، هذه ما أحتاج أنه أحفظها، وإنما فقط أرتبها وأكتب أسماءها حتى من أريد أرجع لها راح يكون عندي ترتيبها سهل، ويعني صنفتها ورتبتها بشكل سهل أنه أرجع لها. طبعا مجال استخدام العينات واسع جدا، بالخصوص إذا تم استخدامها كمصادر للمعرفة التي تعتمد على الخبرات الحسية. يعني إذا استخدمت العينات كمصدر للمعرفة اللي تعتمد على الخبرات الحسية فراح نقدر نستخدم العينات بشكل واسع. واستخدام العينات في التجارب التي تتم في المختبرات، إذ يمكن التعرف على خصائص بعض المواد عن طريق إجراء التجارب على عينة منها في المختبر. يعني أحيانا أحتاج أنه أجري تجارب في المختبرات على عينة، لذلك
للتعرف على خصائص الأشياء. لذلك من السهل أنه أخذ عينة وأجري عليها التجارب بدل أنه أخذ الجزء بكامله وأجري عليها تجارب في المختبر. مثلا كما يستخدم مثلا نأخذ عينة من الدم مثلا لقياس هيموغلوبين الدم أو لقياس مثلا فصيلة الدم. طب ما راح ناخذ الدم كله وانما ناخذ عينه من الدم نجري عليها اختبار في المختبر وراح نجد مثلا نسبه الدم فصيله الدم بالمختبرات. كما يمكن استخدام العينات في التقويم كعرض عينات المنتجات. يعني مثلا الشركات او المصانع من يريد انه يقومون المنتج فهو شيء راح ينطي مثلا نموذج من عينه من هذه المنتجات، مثلا عينة مثلا من معجون الطماطم مثلا أو عينة من مثلا أي يعني مادة إنتاجية. ممكن واحد يأخذ عينة يتعرف أنه هل هي مثلا هذه صالحة، نوعية جيدة، مناسبة، يعني بالاعتماد على العينة. رابعا عندي الصور الثابتة. طبعا ان عرض صورة لشيء ما تكون اكثر تجريدا من عرض الشيء نفسه او نموذج عنه. يعني احيانا انه اني بدل انه اذا اريد اعرض صورة لشيء يكون التجريد مالته اكثر من انه اعرض الشيء نفسه او اعرض نموذج عنه، اذ ان الصورة اكثر واقعية من الالفاظ المجردة التي تصف ذلك الشيء. طبعا يعود تفوق الصور في التعبير الى ان حاسة البصر أنشط الحواس في العمليات الذهنية. يعني استخدام الصور بالنسبة لحاسة البصر راح يكون أنشط حاسة البصر أنشط الحواس في العمليات الذهنية وأكثر بقاء في الذهن، إذ أن معظم التصورات الذهنية هي تصورات بصرية. يعني أي تصور بصري راح ينطيني تصور ذهني، أما السمع ممكن ما راح يصور لي تصور بصري. لذلك فقد ازداد الاهتمام بالصور الرسوم في الاتصال والتعليم وبشكل ملفت للنظر عندما أصبحت تنقل الصور عبر الهاتف والحاسوب والانترنت والفضائيات وتسجيلها على أشرطة الفيديو والأقراص المدمجة وغيرها. يعني انتشرت الصور بشكل واسع في عبر الهاتف المحمول، عبر الحاسبة، الانترنت، الفضائيات طبعا، وتسجيلها ممكن سجلها على أشرطة الفيديو الأقراص المدمجة. لذلك فقد أصبح للصورة مكانا صدارة في وسائل التوجيه والإعلام والدعاية والإعلان، فكيف لا تحتل مكانة بارزة في الاتصال والتعليم. يعني هي الصورة أصبحت لها انتشار واسع في جميع المجالات، فكيف بعملية التعلم والتعليم؟ لذلك لها أهمية كبيرة طبعا. وتتميز الصور في أهميتها من حيث كونها تجذب انتباه واهتمام الطلبة للموضوع المراد شرحه، تساعد على ترميز المعلومات المستخلصة من الصورة وتذكرها، وتزداد أهمية الصور كلما كانت وثيقة الصلة باهتمامات المتعلمين واحتياجاتهم. يعني كل ما كانت الصورة لها صلة بالاهتمامات المتعلم باحتياجاته راح تكون لها أهمية أكثر. يتم استخدام الصور في مراحل عدة من العملية التعليمية. يعني ممكن نستخدم الصور عند تقديم مواضيع جديدة أو عند توضيح المفاهيم أو من أجل إثارة دافعية المتعلمين للتعلم. يمكن تقسيم الصور الثابتة إلى أنواع، منها المعتمد مثل الصور الفوتوغرافية والرسومات. يعني الصور الفوتوغرافية معتمد بحيث أنه إذا نخلي ضوء من خلالها ما راح يعبر. أو عندي الأفلام الثابتة اللي مقاس 24 أو 35 ملم الملونة وغير الملونة، أو الشرائح الشفافة السلايدات اللي هاي راح تكون ضوئية اللي مثل ما أخذناها بأنواع الوسائل التعليمية المعروضة ضوئيا، أو عندي الشفافات القابلة للعرض ضوئيا من مختلف المقاسات. والصور الثابتة تثير لدى المتعلمين روح الإبداع. يعني وجود الصور في عملية تعليمية راح تثير لدى المتعلم روح الإبداع مع اكتساب المتعلمين مهارات القراءة البصرية اللي من شأنها أن تساهم في تحسين القراءة اللفظية. يعني القراءة البصرية بالتعرف على الأشكال والصور راح تنطيني
تجعل من المتعلم أنه يحسن القراءة اللفظية. وكلما تقدم المتعلم في دراستهم كلما زادت مهاراتهم في كل من القراءة البصرية والقراءة اللفظية. طبعا هناك العديد من العناصر الموجودة عند قراءة الصورة، يعني قراءة الصورة مو إلا وجود كلمات، وإنما يعني شرح أو فهم مكونات الصورة. يعني ممكن نقرأ الصورة من حيث اللون اللي يعطي جاذبية الصورة، يعني اللون راح ينطيني جاذبية الصورة واستدلالات عنها. فالوسائل التعليمية تصبح أكثر دلالة عن طريق التلوين، هذه من ناحية اللون راح ينطيني يعبر لي عن الجاذبية وجاذبية واستدلالات عن الصورة. الحجم من حيث كون الصورة تصغر الأشياء أو تكبرها، يعني هذه الأشياء الموجودة بالصورة هل هي تكبر الأشياء أو تصغرها؟ ينبغي أن يعرف المتعلمون مقياس التصوير. والمسافة أو البعد، إذ أن التقدير للمسافة يتحسن عندما يتم مشاهدة إنسان أو شيء مألوف فيها. يعني إذا موجود شيء في الصورة، ممكن إنسان أو أي شيء معروف للمتعلم، راح يميز أنه أحجام الأشياء بالنسبة لهذا الشيء اللي يعرفه. الحركة، كأن التصور الحركة في أوضاع مختلفة ويتم عرض هذه الصورة بتسلسل. أو الحرارة التي يتم تعبير عنها ببعض الدلائل التي تشير إلى مقدارها، مثل أشكال البيوت، الثلوج على الجبال، يعني هاي راح تنطيني أني ممكن هل هو الجو حار، الجو بارد، الجو مثلا ربيع، يعني حسب الأشياء الموجودة بالصورة. هذه الخاص ما يخص الصورة. الصور آخر نوع من أنواع آخر نوع من المواد أو الوسائل التعليمية الحسية هو الملصقات. راح نعرف شنو فرق الملصقات عن الصور. طبعا الصور واضح أنه أي صورة تحتوي، نأخذها مثلا صور فوتوغرافية أو أشكال، عبارة عن صورة تحتوي على معلومات. الملصقات هي لوحة إعلانات أو معلومات ولكن بحجم صغير. الملصق هو مثل لوحة الإعلانات ولكن راح يكون حجمها بشكل صغير. تتناول في العادة هدف واحد نرغب في تحقيقه، ويتم إنتاج الملصقات لنقل المعلومات إلى المشاهدين بشكل فعال وجذاب واقتصادي. طبعا يتم إنتاج هذه الملصقات حتى يتم نقل المعلومات بشكل يجذب المتعلم، بالإضافة إلى أن يكون اقتصادي، إذ أن الملصقات الفعالة تتصف بأن لها هدفا رئيسيا واحدا. يعني الملصقات شو وقت تكون فعالة؟ إذا كان لها هدف رئيسي واحد فقط، مو عدة أهداف، وأن تكون هذه الملصقات واضحة وقوية التعبير بحيث لا تترك مجالا للشك في معناها، بالإضافة إلى أنه هي ملونة حتى تجذب الانتباه، وكبيرة وبسيطة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة عن مسافة بعيدة نسبيا، مع فهمها بسرعة بمجرد النظر إليها. زين، ما هو الملصق؟ الملصق عبارة عن رسمة أو صورة أو كاريكاتير يعالج هدفا واحد في المجال الانفعالي في القالب. يعني غالبا هذا الملصق هو أما يكون رسم أو صورة أو كاريكاتير يعالج هدف واحد، غالبا هذا الهدف هو في المجال الانفعالي. الهدف من عنده هو تغيير الاتجاه إلى الأفضل والتأثير في السلوك، إطاعة القوانين، أو الحث على القيام بعمل أو شراء شيء معين، أو لتحقيق هدف معرفي في غرفة الصف. طبعا هناك عدة مجالات يمكن استخدام الملصقات فيها. المجالات اللي ممكن استخدم الملصقات هي تحقيق أهداف تربوية وتعليمية محددة، إثارة القدرات الإبداعية لدى المتعلمين، تحفيز المتعلمين على البحث والاستقصاء، تهيئة الجو المناسب لعملية التعلم، وتذكر المتعلمين بمادة معينة بشكل دائم للمساعدة على تحول العادة إلى سلوك دائم. يعني عندما يكون عندي ملصقات متنوعة، مثلا إذا شايفين ملصقات اللي تعبر عن أضرار عملية التدخين، ممكن ينشروها بكثرة في بعض الأماكن، بحيث أنه ممكن بكثرة النظر إلى هذه الملصقات بتكرارها ممكن راح يحاول انه يقلل من العادة السيئة للتدخين. يعني هذه الملصقات ممكن للمتعلم انه بعض الملصقات اللي تحث على التعلم،
أو ليتحث على مثلا إطاعة النظام، إطاعة القوانين. هذه الملصقات راح تحفز المتعلم، ممكن راح تكرر تغير الاتجاهات مالته، ممكن راح تغير بعض الأفكار عنده إلى أفكار أفضل. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.